مثلاً تشاوزنا. هؤلاء جنود في جيش ميانمار يتفاخرون في فيديو مسرب بارتكاب الجرائم ضد مسلمي الروهينجا، قتل بالرصاص أو النحر، جرائم فظيعة أدخلت الجيش في تهمة الإبادة الجماعية. المتهم جيش ميانمار، المكان بورما، التهمة قتل وتهجير الروهينجا. قتل، اغتصاب، تهجير، بتر أطراف، حرق منازل، قتل جماعي، كل هذه الجرائم تهم جيش ميانمار بارتكابها ضد مسلمي الروهينجا ضمن حملة إبادة وصفت بأنها أكبر حملة في التاريخ الحديث، تسببت بفرار وتهجير مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية. يعيش ما يقارب 1,000,000 شخص من الروهينجا في ولاية راخين الواقعة شمال بورما، والتي تعتبرهم مهاجرين من بنغلاديش غير شرعيين. ويعيش الروهينجا في بورما في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري، ويخضعون لقيود على التنقل والعمل حسب منظمات حقوقية وإنسانية. التمييز ضد الروهينجا بدأ عام 1982، حيث ألغى قانون في بورما الجنسية عنهم، وبعد أكثر من 30 عاماً من الاضطهاد لم يبقى في البلاد سوى 800,000 روهينجي في بلد يزيد عدد سكانه عن 51 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من البوذيين. عام 2017 بدأ الجيش حملة عسكرية واسعة ضد الروهينجا. منذ ذلك الوقت تتكشف أدلة مرعبة حول جرائم قتل وإبادة. The attack against Rohingya was widespread and systematic, which is crucial for reaching a determination of crimes against humanity. The evidence also points to a clear intent behind these mass atrocities, the intent to destroy Rohingya in whole or in part. That intent has been corroborated by the accounts of soldiers who took part in the operation and later defected. Such as one who said he was told by his commanding officer to, and I quote, shoot at every sight of a person, end quote, burn villages, rape and kill women. Orders that he and his unit carried out. بدأ الجيش حملة عسكرية ضد روهينجا عام 2017 قائلا إنها تستهدف القضاء على جماعات مسلحة تابعة للروهينجا نفذت عمليات ضده. أسفرت عمليات الجيش عن مقتل نحو 2,000 رجل وامرأة وطفل روهينجي، فيما احتجز ما لا يقل عن 13,000 آخرين، وفر نحو 800,000 إلى بنغلاديش وماليزيا لتبدأ حكايات جديدة من المعاناة. فالمعيشة لسنوات في هذه المخيمات الضيقة أمر لا يطاق، حيث تسببت في ظهور العديد من الأمراض. البعض من الروهينجا اضطر للنزوح إلى ماليزيا عن طريق البحر، لكن الطريق لم يكن معبدا بالورود، بل كان مليئا بجماعات الاتجار بالبشر. دهون موريداغوه هون طرر توليوره بعد موريونا سايره انغري نياش سايره ماني موريونا سايره موريدال دوديكيله ماني دوريوره تنجمادل مالادي. عندما رأينا كل هؤلاء الناس يموتون بدأنا نصرخ في وجه المهربين. جاء بحارة آخرون إلى الطابق السفلي بالعصي والأحزمة وبدأوا في ضربنا بشكل عشوائي. التزمت النساء الصمت على الفور، لكن الرجال استمروا في المقاومة. ضربونا بلا رحمة، كدمات في الرؤوس وتمزيق الأذنين وتكسير الأيدي. حتى اليوم تبقى قضية الروهينجا عالقة، فاللاجئون لم يعودوا إلى ديارهم، ولم يحاكم منفذو الجرائم ضد روهينجا، ولم يخضع الجيش البرمي لعقوبات كبيرة تعيد حقوق الروهينجيين. فكل ما فرض عليه حتى الآن هو حظر أوروبي أمريكي لسفر قيادات عسكرية برمية.